السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيحصل كتير جدا ان انت بعد ما اشتغلت على الكمبيوتر في تعريفات للاجهزة بتاعتك، كارت الشاشة، كارت الصوت، البروسيسور، كل يعني بيحصل فيه ابديتد. ففي برنامج اسمه تنابي درايفر انستلر اوريجن، ده هقول له حمل لي التعريفات، فهو بيعمل ابديتد للكروت بتاعتك، وده بيخلي الاداء بتاع الجهاز بتاعك افضل من غير ما تدفع فلوس. هو نفس الجهاز كل حاجة، لكن حصل تعديل للأجهزة بتاعتك، لتعريفات الأجهزة بتاعتك. هو هنا بيقول لي ان هو هينزل 33 جيجا، هدوس هنا وابدأ اشوف ايه الحاجات اللي انا عايزها وايه الحاجات اللي مش عايزها. طبعا انا عايز الكمبيوتر بتاعنا بس، مش عايز للأجهزة كلها، زي بي سي اونلي. تمام، وتقول له اوكي، اكسبت اوكي، فيبدأ يحمل لك. لو في اي كارت لسه متعرفش بيبدأ ان هو يحمل.